عسلامة. عسلامة. لباس. الحمد لله. أتمنى روحك. طاهر زوي من ليبيا. أهلا وسهلا. مرحبتين بك. اليوم نشوفكم على العائلة. إن شاء الله. أمك. نعم أمي وأختي وبنتي. مرحبا بكم في تونس. بيك الله يبارك فيك. شكرا. نحكي اليوم على بر الوالدين. بر الوالدين. بر الوالدين قرن الله سبحانه وتعالى بنفسه. فقال في سورة الإسراء وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فبر الوالدين هذا يعني بعد الله يقرن بر الوالدين بنفسه معناها شيء عظيم. ونحن في مثل في ليبيا يقول لك كما تبر أباءكم يبركم أبناءكم. تمام؟ فعليه أنت لابد الواحد. أنا تو الوالدة دي نمشي بها ونجي لي تقريبا 11 سنة. كل 6 شهور نجي بها ليبيا تونس ندلها في المراجعة. مقعدة هي؟ لا مش مقعدة، ولكن عندها ضعف في عادة القلب، فعليه نحن نمشي بها بالكروسة حتى ما تتعبش نفسها. هي تمشي شوية شوية، لكن نحن الكروسة أحسن بالوحدة العربانية. تهتم بأمك وترجع لها شوية من اللي عملته معاك. مهما تدير ما ترجع شيء، لا يمكن ترجع ولو مثقال ذرة من تعب أمك. يكفي أنها حملاتك وتعب عليك وصهرت عليك ولبساتك وحملت جميع حاجة أسبب أنك تعيش. فنحن ما نديره شيء باش نرده جزء بسيط، ما فيش، لا يمكن حصله ولو جزء بسيط نرده لها، لا يمكن ولا تعوض. إذا فقدت أمك ولا أبوك مش هتتعوض أبدا. شنو الحاجات اللي تعملهم باش تحاول تفرح أمك؟ أي حاجة في عقلها نديرها، أي حاجة تفكر فيها نحاول نديرها. يعني هي كي تطلب أي حاجة منك؟ نعم، هي أبدا، هي أولى من جوزتي وأولى من أولادي وأولى من نفسي. الأولوية عندها في كل شيء. تسكن معاك؟ تعيش معاك في الدار؟ للأسف لا، أنا نسكن بعيد، هي تسكن وحدها، لكن أنا بحكم عملي نسكن بعيد. لكن ديما باستمرار كل فترة نجيها يعني. لكن أنا مهتم أنا اللي نشيل، أنا عندي أخوتي لكن أنا اللي نشيل ونجيب وأنا اللي نعالجها وأنا كل شيء الحمد لله. أنت المهتم بعلاجها؟ أنا حتى أخوتي معايا، لكن نادي ما نحب. أنت الأقرب؟ أقرب له إن شاء الله. أنا أكبر واحد في أخوتي، ووالدي متوفي. الله يرحمه. الله يرحمه ويسامحه. أيوة. توفى والدك، تحس أنت المسؤولة على العائلة؟ نعم. لكن نحن عائلة الحمد لله مترابطة، أخوتي وخواتي مترابطين. حتى نجو هنا كلها تدفع باش نجيو مع بعضنا. ندفع كلنا فلوس باش نجيو للعلاج. يعني علاج أمك تتشاركوا فيه؟ نتشاركوا فيه بزيادة أخرى. وهم كل يوم يتصلوا بي أخوتي وخواتي. شنو تبي يصير كذا ندزوا لك نبعثوا لك نقول لهم. ديما يقول لك الراجل كيف يعرس ويستقر وحده يبعد على عائلته شوية. ما أعتقدش بالنسبة لي هذه، لا يعني قاعدة. بالنسبة نحن في ليبيا رانا، نحن في ليبيا نحن لا لا نحن لا نحن في ليبيا لا. نحن كلمة تعرس كلمة تغرب من أهله. تفكر أياماتك قبل الإبعاد؟ تفكر أياماتك قبل فيش كانت أمك ديما تفكر أياماتك؟ يا من الصغير نفكر فيها ديما، ما نتحولش من الذاكرة بتاعي. أنت قلت أمك يعني هي عندها الأولوية على زوجتك وعلى حتى نفسك. نعم نعم. شوفوا توا عقوق الوالدين. هذا مشكلة. الله سبحانه وتعالى يعاقب أشياء في الدنيا وفي الآخرة، منهم عقوق الوالدين. عقوق الوالدين يتعاقب فيه الإنسان في الدنيا ويتعاقب فيه في الآخرة، ومحروم من رحمة الله. أشياء وجدات لك، أنا نقول لك بس هذه واحدة من الأشياء اللي يعاقب فيها الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، عقوق الوالدين. برشا زادة يعاملوا والديهم معاملة خايبة. حيردوا لها أولادها، أولادها حيعملوهم معاملة خايبة. خاف إنه ولادك يرجعوا لك حاجة خايبة؟ ما خافش منهم، لأني أنا بار بوالدي ما خافش منهم، وعيالي أنا نوقف فيهم حلال، نخدمنا ونوقف فيهم حلال، ما خافش منهم. أنا ما خافش إن عيالي يردوا لي أي شيء بصراحة. زوجتك ديما تقولها إني تعامل أمك معاملة حسنة؟ بالعكس، زوجتي هي اللي تحرض فيا إني نعامل أمي معاملة حسنة. زوجتي هي ولية كويسة تقية بتاعت ربنا، كويسة حاجة بيت الله، فهي توصي فيها ديما تقول لي بالك، وهي قاعدة في ليبيا غادي ماسكة العيال بتاع أولادي. تحب إنك تجيب أمك تعيش معاك؟ يا ريت، لكن ما تبيش تسيب الحوش بتاع العائلة، ما تبيش تترك حوش العائلة، تبي حوش العائلة. رحت
عليها الموضوع هذا وهي قتلك ليه؟ سلام ديما ما تبيش ما تحبش. ايش وحدها هي غاديكا ولا؟ لا 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 معها اخوتي وخواتي حوش عائلنا مرتبطين. لا لا تمام. برشا يقولوا ما تعرفش قيمة الوالدين كين كيف تخسرهم. نعم صح. انا توفى والدي عرفت قيمته بعد توفى. كيفاش احكي لي؟ خلاص فراغ ما يسدش. فراغ الوالدين ما يجيش مكان احد. البو عنده قيمته والام عندها قيمته؟ والله كيف كيف. كيف كيف اما اقرب لك مثال؟ اقرب لي امي. الوالد الله يرحمه كان يعني هو اللي عليه المسؤوليه كلها وكان بعيد. لكن الام هي اللي قريبه، ديما الام اقرب واحد لله. ووالدي بروحه هو اصلا، لكن احنا والدي علمنا ان صدق وعلمنا ان نتعامله باخلاص ونتعامله، وهو زرع فينا حب حب العائله. هاي. حتى ابنائك كيفاش يتعاملوا مع جدتهم؟ يا سلام. مش ابنائي بس كلهم، حتى ابن اخوي الحفيد كلهم يتعاملوا معاه. هذه بنت اختي صغيره جبناها معايا نعالجوا فيها بنت اختي. اختي جوزها حالتها ماديه بسيطه فجبناها معنا بنتها جبناها معنا نعالجوا فيها حتى. باهي ان العائله تقف لبعضها. يا سلام. ايوه ما عندناش فراغ اجتماعي الحمد لله. ما عندناش فراغ اجتماعي. الحمد لله مع ليبيا كلها ما عندناش فراغ اجتماعي، ديما عندنا ديما عندنا ما فيش فراغ اجتماعي. فراغ اجتماعي عارفه فراغ اجتماعي ما فيش فراغ اجتماعي. يعني تقصد تفكك اسري؟ ما فيش تفكك اسري الحمد لله. شنو اللي يخلي الاسره تبعد على بعض؟ الله اتق الله تقوى الله تتق الله في الحلال في الوكال في الشرب في المعامله تلقى روحك 100%. نخلي لك كلمه الختام باش تنصح الشباب. اول حاجه انا سعيد جدا اني قاعد في تونس وانا احب تونس برشا 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 صراحه وديما نجيها. وانا اتمنى ان الناس تراعي والديها وتراعي اسرتها وتاكل حلال وتتقي الله. شكرا بارك الله فيك. شكرا.